في اليوم 2 و4 أنا أذهب إلى النادي مع صديقي أني لأنها صحية وممتعة. ثم أنا أسرع إلى فصل الفرنسية في الساعة 11:30. أنا أشرب ماء كل يوم، ولكن أنا أحب أشرب الشاي الأخضر في الغردان. في اليوم الثلاثاء وخميس أنا أذهب إلى فصل الأسبانية بسيارتي في الساعة 9:35. كل يوم أنا ألبس قميص و سويتر مع بنطلون أسود و هدا أبيض غالبا. أنا لا ألبس فساتين إلى الجامعة أبدا لأنهم لا مريح. أنا أعمل في أعمل في العام الثانين والأربعاء. أنا أعمل في العام الثانين والأربعاء أحيانين، ولكن أنا لا أعمل أحيانين أخرى. إذا أنا لا أعمل إذا أنا لا أعمل أنا أفعل واجبي. أنا أدرس وأنا أحب مشاهدة إذا أنا لا أعمل أنا أفعل واجبي. أنا أدرس وأنا أحب مشاهدة البرامج أيضا. أنا أكل على الشاي في الساعة 9. أنا أكل على العشاء في الساعة 7 غالبا. أنا أكل أرز بني، سمك مشوي. أنا أكل أرز بني، سمك مشوي وخضار. أنا أكل أرز بني، سمك مشوي وخضار أيضا.